بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استكمالا للي بدأناه واللي هو حل مجموعة أسئلة كمراجعة لمواضيع الفصل الدراسي الأول لمادة تصاميم الحديد لطلاب الهندسة المدنية المرحلة الرابعة، نحل مجموعة أسئلة اليوم إن شاء الله. طبعا الأسئلة اللي راح نتناولها هي جزء من امتحان مثل العام الدراسي 17-18. لاحظ السؤال الأول يتعلق بموضوع التنشن ممبر. السؤال موضح بأنه هذا التنشن ممبر شاون بالشكل التالي، هنا مقطع كروس سكشن سايد فيو، تفصيل المقطع هو L 6 اللي هو حديد L زاوية 6 معناه الارتفاع هنا 6 وحدات اللي هو انج، 3.5 اللي هو هنا الجانب الصغير الشورت ليك، في 5/16 اللي هو السمك. The bolt arc 3/4 انج، قطر الفتحات الموجودة 3/4، نوع الحديد A 36 اللي من عندنا راح اعرف قيمة الافواه هناك. ماشي، سألني بالمسألة Is the member adequate؟ هل المقطع كافي يلبي الغرض التصميمي الخاص تحمل أحمال service load 31 كيبس اللي هي dead load بالإضافة live load 31 كيبس أيضا؟ طبعا المسألة رايد مني أحلها بطريقة load reduction factor اللي هي احنا بالمقرر الدراسي مهتمين بها. ببساطة راح اشوف المنبر ايش قد يتحمل واقارنه مع الحمل الجاي منين، من الحمل السيرفيس ديت لود واللايف لود ورا ما احولها الى فاكتور لود. كتنشن منبر على مود احسب مقاومته ببالي انماط الفشل الممكنة واختار أقل قوة. شنو أنماط الفشل ممكنة؟ إذا ممكن يلد سترينث، ممكن ألتيميت سترينث، وممكن بلوك شير ستراس إذا موجود. فلاحظ مسألته هسه اللي هو بما أنه تنشن ممبر والكلام راح يتعلق باليلد أو الألتيميت كسترينث، وبالحالتين لازم احسب قوه والقوه اجهاد في مساحه، لازم الخطوه التاليه هي لازم احسب المساحات اللي متعلقه بالانماط اللي تكلمت عنها. الكلام اذا كان عن اليلد سترينث راح يكون عن اي كروس، واذا كان عن الالتيميت سترينث راح يكون عن الاي نت. نلاحظ هنا عندي كروس سكشن، كلام عن اي كروس، القوة اللي احسبها متعلقة بمن باليلد، فراح تكون عندي الافواي في الاي كروس. الاي كروس هنا كمقطع معرف بالنسبة لي من المانوال اعرف مساحته، هذا المقطع راح يتحمل الى مرحلة وصوله لليلد 104 كيبس. النمط الثاني الممكن اللي هو فراكتشر سترينث او رابتشر سترينث، واللي الاجهاد لازم شي يكون اف التيميت، والاريا شو تكون؟ اريا نت. الاريا نت لازم شطرح اطرح قطر الفتحات. كم مقطع ممكن يصير به رابتشر هنا بما انه المقطع عباره عن ال، على مود اعرف المقطع اللي ممكن يتعرض للفشل ممكن تكون عندي مجموعة خيارات. الخيار الأول ممكن الرابتشر يصير بامتداد الفتحات البولت صورة عمودية للأخير. النمط الثاني ممكن يصير زيكزاك، يعني المسار الفشل يجي هالصورة بعدين ينحرف نمط معين، طبعا حديد زاوية يوصل للفلنجة أيضا يرجع ينحرف، يعني تقريبا قربت هالصورة
على التقريب بالنسبة من الخطأ، المفروض أفتح أتصور بأنه الشورت ليك ممتدة مع اللونج ليك، وبالتالي أحصل على نمط زيكزاك. إذن هسه ببساطة عندي مساحتين لازم أحسب للأي نه. المساحة الأولى اللي هي الخط المستقيم، وببساطة راح تكون مساحة ناقص شنو؟ فتحات. المساحة الأي كروس ناقص كم فتحة عندي؟ فتحتين، قطر كل واحدة 7 على 8 ورمادي في 1 على 8 في السمك البليت اللي 5 على 16. حصلت على الاريا نت يا مسار المسار الأول اللي هو عبارة عن خط مستقيم في الصورة، خط مستقيم من البداية للأخير. المسار الثاني قلت راح يصير زيجزاك ورا ما أفتح الشورت ليك وأحسب المسار الثاني. على مود أحسب المسار الثاني راح لازم أحدد ما يعرف بالاس اللي هي المسافة العمودية والمسافة الأفقية الاس والجي. راح أرجع للمحاضرة هنا، فلاحظ المسافة العمودية دائما شو نسميها الجي والأفقية اس. فلو أتوقع المقطع مالتي راح أفتحه بهالصورة، فالمسافة العمودية راح شو تساوي؟ ما راح تكون جي مباشرة، راح تكون الجي اللي هي جي 1 المسافة العمودية، الجي الأفقية أطرح من عدها السمك، بينما الاس هي المسافة الأفقية بين البورت. فلو أرجع هنا خطوة نلاحظ المسافة الأفقية هي 1.5، قيمة الاس شو تساوي؟ 1.5 هو المسقط الأفقي. المسقط العمودي ما راح يكون فقط لمنطقة الويب ولا لمنطقة الفلان، راح يكون منطقة الويب اللي هو 2.25، المنطقة الفلانج ورا ما افتحها ايضا 2. شطرح من عتين اطرح السمك مثل ما واضح هنا، فالجي اللي هو المسافة بمنطقة الفلانج زائد الجي 1 هي المنطقة المسافة العمودية والمسقط العمودي بمنطقة الويب اطرح السمك احصل على البعد الاخر. طبعا الاس والجي اثنينات وين يدخلن؟ معادلة حساب الاي نه. أرجع هنا 2.25 هي المسافة أو مسقط المسافة العمودية وين بالويب زائد مسقط المسافة العمودية بمنطقة الفلانج ورما أصور المقطع مفتوح أطرح السمك حصلت على قيمة الجي. أروح للمعادلة أطبق قيمة السميشن الاس والجي، معادلة بسيطة هنا الاي كروس معلوم بالنسبة للمقطع ناقص مجموع الفتحات اللي راح يمر بهم المسار بالاضافة الى شنو راح اضيفن سميشن قيمة الاس سكوير على الفور جي في السمك، وبالتالي احصل على قيمة الاي نت. لاحظ اريا كروس اطرح من عدها المقدار الفتحات اللي يمر بيها المسار، أطرح من عدها أطرح من أضيف لها مجموع السميشن S سكوير على 4G في السموك، أحصل على شنو؟ على الأريا إفكت، على الأريا إفكت. نلاحظ هنا كم فتحة ممكن يمر بها المسار من الرسم، المسار راح يكون في الصورة هاي، ممكن يمر فتحة فتحتين بعدين ينحني، هذا الكلام كله نلاحظه بالمعادلة الأسفل. لاحظ طرحنا فتحة منها، فتحة ثانية منها طرحناها، والفتحة الثالثة أيضا اللي موجودة بمنطقة الفلانج راح يكون هذا التير يمثل قيمته نطرحه، طبعا ناقص في ناقص يصير موجب
سمويشن اس كوير على 4 تجي مثل ما ظهر هنا بالمعادلة اللي اخليها قدامي. لازم من ابدا احل اي كروس من المنور ناقص سمويشن الدي زائد 1 على 8 اللي هو قطر الفتحات زائد سمويشن اس كوير على 4 تجي. وبالتالي احسب اريا نت للمسار الثاني. كم مسار صار عندي بالنت؟ مسارين، الاول الثاني 2.343 والثاني 2.114، يا هو المسيطر كنترول هو الثاني. قيمة هاي المساحة اضربها بمن؟ بالاف التيمت، لان كلام عن رابتشر، احصل على القوة اللي يسبب لي رابتشر فيلر. طبعا هنا هو كلامنا بالتأكيد عن اريا افكت، بس الحالة اليو يساوي واحد راح يساوي الاريا نت وهي 2.114 للمسار الثاني. اضرب المساحة بالاف التيمت احصل على قيمة البي. هسه كلام بما انه سأل مني المقطع ادوكيت اور نوت ومطيني احمال، احسب طبعا الاحمال في الفكتر لود احصل على قيمته. بما انه في الفكتر لود لازم القوة النومينال اضربها في فاي. بالكروس حصلت على مقاومة 104، الفاي هنا في حالة اليل سترينغث هو 0.9، في حالة الربتشر 0.7. تحول القوتين اللي حسبتين، القوة الأولى 104 من حالة من اليلد سترينث، والقوة الثانية 122.6 من الربتشر موت فيلر. كل واحدة أضربها في ما يقابلها من قيمة فاي خاص بالنمط المعين، نمط الفشل المعين. فيما يخص اليلد 0.9، فيما يخص الربتشر 0.7. حالة الأولى المقطع يتحمل 93.6 إلى أن يوصل لليلد، يتحمل 92 إلى أن يوصل للربتشر كقوة تصميمية. هنا كقوة تصميمية لأنه ما معقول يوصل للربتشر قبل لا يوصل لليب، بس كتحفظ بوجود الفاي نلاحظ للربتشر 92. وبالتالي القيمة المسيطرة شنو؟ 92. لازم أقارن 92 ويا من؟ راح تكون هي مقاومة المقطع المسيطرة 92. ورا ما أحسب الفاكتور لود اللي هي 86، معنى الكلام المقطع متعرض إلى أحمال مقدارها شكد 86 وهو يتحمل شكد 92. بما أنه تحمله أعلى من الأحمال المؤثرة، إذا المقطع شبيه أتوكيت ساتسفاي، الغرض تصميمي يلبي الحاجة من الحاجة التصميمية. إذا أوكي، عندي هنا مسألة ثانية اللي هي أيضا ريجيد أني بريست فريم. ذاكر اللي هنا مطين فريم أني بريست فريم معناه الالاينمنت شات. أروح المن الأني بريست أول من برقار أورينت سو ذات بينتك أبوت سترونج أكسس. كل المحاورة تصور هنا هي راح تنحني بالاتجاه القوي اللي هو الاتجاه العرضي هنا بالورقة، باتجاه يعني ممكن بهالاتجاه أو ممكن بهالاتجاه. ذاكر لي بأنه lateral support is provided at each joint. إسناد جانبي اللي هو عمود على الورقة، نهاية كل joint أكو إسناد جانبي. إذن الطول المؤثر هو طول المنبر. ذاكر لي بأن إسناد connect brace in the direction perpendicular to the frame اللي هو كنا باتجاه الورقة. المطلوب determine the effective length factor اللي هو stiffness factor k sub x أو k sub y للاتجاه القوي سي x، العفو الاتجاه القوي k sub x، الاتجاه الضعيف k sub y. الممبر ال a b قال لي surface load سواء dead أو live load مطيني اياها، نوع الحديد مطيني اياها. طبعا الاحمال هنا الثانيه اللي يشعر بعدين اعرف البيهيفير مرحله الاستيك، وما وبالتالي اذا كان الاستيك القيمه الكي اللي احسبها ما يحتاج الى موديفيكيشن، واذا كان ان الاستيك لازم احسب التاو وارجع اعدل القيم. فعلى مود احل المساله ما انسى طلب من عند الاي بي، على مود احل المساله اعرف قيمه الكي للاي بي لازم شعدي عندي قيمة الـ G بنقطة A ونقطة G بنقطة B، واروح للـ Alignment Chart واحسب قيمة الـ K.
على متى أحسب قيمة الجي بنقطة أي أو بي؟ لازم أطبق يا معادلة حساب قيمة الجي، واللي يسوي لي summation للستيفنس الخاص بالأعمدة المرتبطة بهالنقطة للستيفنس الخاص بالبيم المرتبطة بهالنقطة. نفس الكلام للنقطة الثانية ما راح لاحظ هنا الأسفل حساباتنا. النقطة A summation ال I over L للأعمدة على summation I over L للبيمز. فنقطة A كم بيم مرتبط بها؟ 2 بيم. كم عمود؟ 1. من المانوال properties الخاصة بالممبر سواء أعمدة أو بيمز حصلها، وخاصة قيمة ال I ال L معلومة هنا. فحسبت نقطة A قيمة G 1.52. أروح النقطة B نفس الكلام، مرتبط بها كم بيم؟ 2 بيم عمود 1. هنا أحسب قيمة ال G. أروح للألايمنت شارت اللي أصنف للأني بريست فريم، أحصل قيمة ال K. هسه هناك خطوة أتشيك ال behavior elastic low and elastic، فأروح أحسب السلندرنس KL over R. قلنا لأن إحنا باتجاه السترون فهو بالنسبة للX بلات 49. أقارنها ويا الليمت اللي بين إلاستيك وإن إن إلاستيك طلع 113، وبالتالي أقل من 113. هذا الكلام شنو معناه؟ بما أنه أقل إذا ممكن شي يصير عندي behavior إن إلاستيك، وبالتالي بما أنه إن إلاستيك لازم أروح من التيبل اللي أحسب من عدة قيمة تاو على متعدل قيمة الجي سواء للنقطة أي أو النقطة بي، أحسب قيمة التاو. على مود أحسب قيمة تاو لازم أستعيد من بالمنوال جدول 4.21. جدول 4.21 يعتمد في حساباته عليه من على قيمة الأفوال وعلى قيمة البي أوفر أريا. لازم نحسب البي ألتيميت على الأريا كروس، وأشوف قيمة الأفواي للمنبر اللي يتعامل معه وحصل على قيمة الجي. فأرجع هنا لازم أحسب البي ألتيميت أوفر أي كروس. البي ألتيميت عندي الأحمال أحسبها، أي كروس أيضا معلومة من المانوال، حسبت قيمة البي ألتيميت على أي كروس، أروح للمانوال أحسب قيمة التاو. بعدين أعدل قيم الجي نقطة A و B، فراح تعدل من 1.52 تصير 1.23. نقطة B تصير عوض عن 1.36 تصير 1.1. أرجع بالقيمتين أيضا المن للألاينمنت شارت أحسب قيمة الكي إكس. طبعا من أرجع للمسألة هسه المطلب شنو رايد من حساب قيمة الكي للمحورين يعني للإكس وللواي. هسه للإكس بما أنه الحناء حول الإكس تعاملت مع الإكس، للواي بما أنه السبورت كونديشن نورمال تو ذا فريم قايل لي أكو إسناد بنهايات النقاط، إذا قيمة